مرحبا بكم معايا في طبخ ليلى. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيكه بالشوكولات محشوه بكريم باتيسير ديال الشوكولات. كنبداو بالكيك. كنحتاجو فيه كاس صغير ديال السنيده، كاس صغير ديال الزيت، علبه صغيره ديال الحليب المركز الغير محلى، ثلاثه صاشيات ديال الخمارات، ومعلقه صغيره ديال قهوة سريعة الذوبان، جوج صاشيات ديال الكاكاو، ربعة البيضات، عبسة ديال الملحة، وربعة الكيسان ديال الفورس. بالنسبة للحليب المركز استعملت هذا النوع. ودابا كنبداو بتحضير الكيك. هرست هنا ربعة البيضات، كنزيدو عليهم عبسة ديال الملحة، كنزيدو عليهم السنيدة، وكنبداو في التضراب. كنزيدو عليهم نسكافيه، كنزيد الزيت، كنزيد الحليب المركز الغير محلى، كنزيد الكاكاو على الفورس والخمارات، كنخلطوه شويه باش نزيدو على الخليط اللي درنا قبل. دابا كنبداو نزيدو بشويه وكندربو. تنكملو الخليط اللي عندنا كلو ديال الفور. الخليط ديال الكيك اصبح جاهز. كناخدو مول بحال هكا دائري، كندهنوه بالزبدة وكنرشوه بالفورس وكنخويو الخليط في المول. كندخل هذا بالفران، خاص الفران يكون بارد ما سخونش من قبل، ودرجة حرارة متوسطة 180 درجة حتى طيب مزيان. دابا كندوزو للكريمة اللي غادي نحشو بها الكيك ديالنا. كنحتاجو فيها نص كاس صغير ديال السنيدة، 50 غرام شوكولاتة أسود، وصاشية ديال الكاكاو، 60 غرام مايزينا أو نشا، بيضة، واحد فلون، ونصف لتر ديال الماء. كناخدو البيض كنهرسوه، كنزيدو عليه النشا، السنيدة، كنزيدو عليه شوية ديال الماء، وكنزيدو صاشية ديال الفلون وصاشية ديال الكاكاو، وكنحركو مزيان ستنسجم جميع العناصر. كيصبح على هذا الشكل. دابا كندوزو الماء، كنديروه هنا في عبوطه، الماء ديالنا ها هو غلا، كنزيدو شويه على هذا الخليط،
وكنحركو بسرعة. دابا كنخويو الخليط هذا في كاسرونه فوق العافيه. وكنخليوه حتى يعقد. كنزيدو عليه الشوكولاط اللي خلينا 50 غرام. كيف كنلاحظوا الخليط بدا يتعقد. الخليط ديالنا اصبح على هذا الشكل. كنخليوه حتى يبرد مزيان على مقطب الكيكه ديالنا. الكيكه ديالنا هي طابت. كنخليوها حتى تبرد على خاطرها ونحيدوها من المول ديالها. دابا كناخذ موس بهذا الشكل كنديرو دائره. كنحاولوا ما نوصلوش لتحت. نحاول ندير الدائره شويه كبيره. باش كنخويوها من الوسط بهذا الشكل بشويه. كنبداو نحيدو بشويه بشويه حتى نكملو نفرغوها من الوسط. تبقى الوسطاني بقى فيه غير شويه. بعد ما فرغتها كتصبح على هذا الشكل. كندوزو دابا للحشو ديالها. كناخدو شويه من الخليط اللي خوينا من الوسط ديال الكيكه كنزيدو على الخليط ديال كريم باتيسير بالشوكولاط. كنزيدو غير بشويه بشويه وحنا كنخلطو باش كاع ما يكون الخليط ديال الكيكه اكثر من كريم باتيسير. كنحاولو نفرتوه. كنبقاو نخلطو مزيان حتى تنسجم. كيصبح على هذا الشكل. دابا كنزيدو على الكيكه اللي فرغناها من الوسط. كنخويه كله فوق الكيكه. انا غادي نحاول نزينها بالحبيبات ديال الشوكولات. من بعد ما زينتها بالشوكولات فيرميسيل خاصنا ندخلوها للثلاجه حتى تشد فراسها مزيان. وكنتمنى تجربوها وتعجبكم. بصحتكم وراحتكم.